طب دلوقتي الإشاعات كلها إنه الماريا هيجيب لعيبة من العالم العربي، هيجيبوا لعيبة من مصر، هيجيبوا لعيبة من السعودية، إيه جدوى أو حقيقة هذه الإشاعات؟ والله أنا قلت هنا في أسبانيا على الموضوع ده، رديت عليه وشرحت إن إحنا الفكرة مع الوزير عايز يجيب لعيبة عرب، وأنا عايز أجيب لعيبة عرب، بس أنا مش عايز أجيب لعيب من مصر أو من المملكة والموضوع يتحرق. يعني عايز أجيب حد يجي ينجح عشان يفتح باب لواحد تاني يجي وراه، مش عايز اجيب لعيب عربي ويبقى قاعد على الدكه، يعني عايزه يبقى مفيد نستفيد بيه. طب وايه المشكله؟ ما في لعيبه عرب كتير كويسين وتستفيد بيهم، يعني انت مش لاقي في كل الدوريين دول لعيبه تصعد؟ لانه انا عايز اقول لك معلومه، ان انا متحمل بكتير من اللعيبه المصريين اللي هو بيقول لك انا احب انا النهارده، اصل هو مش هيتعب بقى وبتاع، ده جاي على الليج على طول، فهو جاي على اللمعان على طول، جاي على لا هي الفكره كلها عمرو بيه لبوك اللعيب يكون عاجبنا، بس برضه عشان الفير بلاي والحاجات دي، المرتب مثلا ما نتفقش فيه، الشراء بتاعه، يعني الموضوع احنا شغالين عليه، بس انك تلاقي حد دي في عوامل كتير بتاثر في ان انت تقدر تعمل ده.